يقال هشام بن عبد الملك اتوقع اخر خلفاء بني اميه يعني الجديين، اتوقع ان هشام كان بيعين واحد على خراسان. كما معروف اخر الدوله الامويه خراسان كانت اهم منطقه عندهم لجبي الزكاه وما الزكاه والامور هذه والخمس حق غنائم وغيره. كان في عدة قبائل، فكان لما يحط زعيم لابد يحط زعيم القبائل تتقبل هناك حسب كثرتها. فكان حاط واحد من مضر فرعين كبيره، خندف وقيس عيلان. خندف طبعا هي منها قريش تميم وغيرها من القبائل المشهوره من مضر، وقيس عيلان منها قبائل اخرى زي غضفان وهوازن وغيره. فكان يستشير واحد من اللي عنده ومن يحط، قال لا تحط فلان، فلان من قحطان يمكن يقلب عليه، لا تحط فلان من ربيعه يمكن يسوي فتنه الى اخره. فباخر شيء رسى راي اللي يستشيره الخليفه على واحد من قيس عيلان، ما اتذكر من اي قبيله بالضبط. فقال لا بحط فلان، قال فلان جيد ما في احد زيه، لكن هناك ما في قبائل كثيره من كنانه بتسانده، القبائل كلها هناك يا قيسيه يا قبائل اخرى من قحطان او ربيعه وغيره فبتخالفه. قال لا انا قبيلته، يعني في معناه يعني ما مع احد هناك بس انا مع الخليفه، لكنك تقيست علي وانا متخندف عليك، لانك يعني انك سويت اخترت واحد قيسي من قيس عيلان زيك، فانا بختار واحد خندفي او خندفي من خندف مثلي. هذا يطبقها على الخيل، الحصان لما يستعرب عليك او يتعرب عليك سما ما شئت لغويا، قل للحصان انت استعربت علي وانا ساستعرب عليك. ابدا الحصان العربي لا تصدق انك ممكن تعامله ب ما يسميه البعض رقي الهدوء الزايد او اللطف الزايد، تتوقع انه ما قال بعقل يركض، خاصه الذكر الحصان ذات العمر الصغير. اذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله، اذا الحصان عرف انك عسل لحس كلك ودور بالزوايا بعد وخلص، ممكن يبلع العلبه مع العسل، لها طبيعته اصلا غريزته. فاذا استعرب الحصان عليك قل له لكنك استعربت علي وانا مستعرب عليك، وعلى من عربي اكثر انا ولا انت. انا مقصد طبعا من الناحيه النفسيه، الجسم بتحكم فيه لا شك فيه انك كركوب صحيح بتحكم، بس في الناحيه النفسيه لابد مزاجك مع حصان عربي في قود وفي ركوب غيره لابد يكون موازي للحصان نفسه. لا تصدق انك ممكن تقود حصان عربي ذكر وركوبك صحيح بنفس الوقت مزاجك مختلف عنه، انه مع الوقت بيصير مزاجه زي مزاجك، اما انك انت تصير مزاجك زي مزاجه تعلم انه انك عربي اكثر منه، فيصير هو يكره الفكره اكثر ما انت تكرهها، او ما قال يشيل همك اكثر ما تشيل هم انت، او بيكرك فيه وتبيعه. مثلا انك تتوقع ان الحصان بيغير عروبته وحرارته ويرجع عاقل وهادي صعب جدا الا بعد عمر طويل جدا اذا كبر الحصان. ممكن يقال طب طرق الركوب الامريكيه وغيره يفرضون عليه فرض يهدى ويركض في اماكن مغلقه. يعني من ضمن الفرض لتغيير الشخصية أنك تحط الحصان في أوضاع أصلا ما يختلف معك فيها، أماكن مغلقة أدوات إلى آخره، ومع ذلك نفس الحصان هذا في أماكن مغلقة قارنة بالخيل الأخرى ما زال شخصية عربية، ما زال في بذرة خيل عربية أو بذرة عروبة ما يدرون شلونها. فإذا استعرب الحصان عليك استعرب عليه، طبعا لكن هو تقيس وذاك تخندف، لكن هنا استعرب فأنت استعرب كلكم عرب. طبعا كان عربي جزيري برضه استعرب زيد إنه بيكون عربي أصل، بعيد عن المزح طبعا العربي الجزيري أو البولش أو المصري ما تفرق من ناحية هذه، العكس البولندي والمصري حتى فيه الحرارة أكثر من العرب، لكن الفرق إن حرارته مو على قده، يعني يسوي شيء معين مو بقده، فبغى يشتغل عليك زي التشنيع واللعب وغيره. فإذا كنت توزن صح جاب العيد كرفس طاح اختلت وزنه إلى آخره. هذا كان جزيري حار بس قد اللي يسوي لو سوى، لكن الفكرة واحد طبعا كنفسية أي حصان في دم عربي واضح حتى ثربت وحتى النص بنص فيها الفكرة هذه. فعلم على بلاطه لكنك استعربت علي وأنا مستعجب عليك، أو لكنك احتريت معي أو علي وأنا محتر عليك أو معك، لكنك خبل وأنا بصير خبل زيك، ما قصد عليك.